السلام عليكم ورحمة الله. يا شباب اليوم راح نشوف تويوتا لاند كروزر جيب الربع المحرك الياباني، وراح نشوف تحدي مع السيارات الأمريكية ومنو الأفضل في نظام التعليق وقوة المحركات. طبعا معنا جيب الربع الحين اختبار في نظام التعليق وقوة المحرك. ما شاء الله، يعطيك العافية يا أخوي، ما قصرت. طبعا جيب الربع شيء طيب، بس ما راح يكون الحكم لي، الحكم للمتابعين. يعطيكم العافية. وراح نشوف الحين سيارة الموتر الأمريكي، طبعا فورد برونكو، وراح نشوف منو الأفضل، هو ولا جيب الربع الياباني. دوس عليه، دوس دوس وروح. يا شباب رايكم، الخطا عند الموتر ولا السائق؟ الحكم لكم. انا بصراحه السياره ما جربتها. في تاخر بس ما ادري شنو سبب التاخر هذا في الصعود. طبعا يلا روح، خلنا نشوف اللي بعدك. الآن الفورد الرابتور، يلا يا الفورد يا الرابتور، معك جمهور كبير طبعا، لا تفشلنا، يلا روح. بس ما أظن راح يكون خطأ في الموتر، أكيد السائق. يلا حلو، يلا يا الرابتور أحسنت. يلا يا شباب، طبعا الحكم لكم، يعطيكم العافية، الله يسعدكم. 3 سيارات أمريكيتين طبعا ويابانية.